اي حاجه نقي ولا حي عندي شويه شنطه مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة معكم من مدينة الدار البيضاء مع هذه الحالة الإنسانية. صراحة اللي والله العظيم إلا كتبكي الحجر، الحجر كتبكي. مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا هاد السيدة والابنة ديالها من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي كيعيشوا يعني واحد الوضعية اللي هي صعيبة بزاف ومحتاجين الناس أنهم يعاونوهم. السلام عليكم. السلام عليكم أخوتي. السلام عليكم أخوتي. كنطلب منكم السلام عليكم اخي. انا عندي بيت في الرباط في القريه، المحيط ديالي الا بغيتو تمشيو تشوفوه تشوفوه. ساكنه في الرباط؟ ساكنه في الرباط. دابا ما لقيتش باش نخلص الكره وسديت المحل وجيت دابا باش نعالج الدري، جيت عاد الطفله بنت خالي. هذا ولدك ياك شحال عمره؟ 42 عام. 42 سنه. المرض اللي عنده؟ عنده كليا، الشلل يعني كلي. الشلل كلي ودابا طاب ليا، طاب ليا من جناب وطاب ليا الحاله ديالو، ما تلاتة ياكل حتى الماكله. يعني الحاله ديالو يعني صعيبه بزاف. صعيبه بزاف الحاله ديالو. كنت كتعاني معاه؟ كنعاني معاه 42 عام دابا اللي عنده، وعندي هو، عندي هو والله، ولا ما في حالي شو ما عنديش. شو وين كتعيش يا خالتي؟ كنعيش انا وياه. انت ويا صافي؟ صافي. ما عندكش ولا سخرين؟ لا عندي هو صافي. والاب؟ لا ما عندوش، سمح لي با عنده خمس شهور في الكرش. وانت هزاه وانا هزاه بوحدي. انا في هذا العمر. كيفاش كتصرفوا؟ كيفاش كتعيشوا؟ قاصيت معاه وانا مع الناس اللي كيعاونوني بالماكله. كاري ذاك المويحل كنلقط باش نخلص الكره. ولكن دابا ملي مرض ليا ما تليت نخرج لا عاد خوتي. صافي الحاله اسفت. واش هو تزاد يعني مريض ولا؟ لا هو تزاد بحال هكايا، الزيادة ديالو هوايا معاق، وعيد نجري في الطبة وما والو، حتى حاجة ما. دابا كتدير طبيب ياك؟ كندير طبيب. علاش؟ شنو العلاج اللي كديري؟ درت ليه سكانير، ودابا قال لي ديري تيو ديال الحنجرة، ودرت ليه ديال الكرش، وكنعالجو على هذا المرض، كنداوي طاب ليا. طاب كله من جناب وقال لي خاصك شي ميكروب شي لا معناتش. كان مريض وكان ناعس، كان ناعس وطاب وما تلاش بغا يبرا. عيد نحاول معاه، عيد نحاول معاه ما بغاش يبرا. قال لي خاصك الناموسيه الكروسه ما عنديش، عطيها لي واحد المراه. شو الحاله كي دايره؟ شو رجلي مسكين، رجلي في الارض، الكروسه خايبه. اليوم كنطلب خوتي المحسنين يساعدوني، ساعدوني انا كروسه راني مكرفسه بزاف، كلشي ضيعته في الولد، ولكن اللهم الحمد لله والشكر لله. يبغى يعاونني بشي حاجه في سبيل الله، في سبيل الله تعاونوا معايا اخوتي المحسنين في سبيل الله باش ما قسم الله. شحال كيتقام عليك الدواء والعلاج اخوتي؟ وكيتقام عليا باش ما نوبه نشري، نوبه يعطوني الناس، نوبه صافي هادشي اللي كاين. انا ما عنديش باش نشري ليه، ما عنديش، لا ما عطاونيش الناس، ما عنديش باش نشري ليه. دابا الكراكة تاني 50000 ريال ديال في البيت ديال المرأة، دابا 50000 ريال من الشهر اللي قدام العيد الكبير. واخا دابا شنو محتاجة؟ يعاونوني باغ السكن والمصروف باش نعيش. صافي هادشي اللي بغيت. ولدك كروسة ياك؟ كروسة. وخاصني كروسة وخاصني ناموسيه ديال الطياب. ما حافظاش، حافظاش اختي الله يسترك. هو هذا اللي عطيتك، اللي عطاتك. ثلاثة وخمسين في الاخر. 48 ديال مليح. 83 ديال سوري.
ليه راه باش تجاوب سني تحقي من ورايا 83 في الاخر ديالها ديال 48 في الاخر ديالها ديالها لا لا عندي 83 في الاخر صحي لا عاودي لنا رقم تليفون اخالتي انا ما حافظهش بنيتي جبديه الله يحفظك اوليدي 43 في الاخر الله يسهل عليك الله يحن عليك بنيتي الله يسهل عليك دابا راه تسلسل فيها وما عندهاش الحل، وشنو هي كرم الله نهاية هذا البث.